ايه هي الصفره؟ الصفره دي ماده من المواد اللي بيخرجها الكبد وبتشتغل عندنا في الجسم علشان تعمل هضم للدهون. ايه العوامل اللي بتزود الصفره في جسم الانسان وتؤدي الى وفاته مثلا؟ اسباب كتير، ممكن تكون نتيجه الكبد نفسه، ضعف في الكبد او مشكله في الكبد، في خلايا الكبد بصوره مباشره، او السبب الاشهر انه يكون في انسداد في القنوات المراريه، بعد ما الصفره طلعت من الكبد مش عارفه تخرج للامعاء. كل الناس الكبد بتاعها بيفرز الصفره ولا دي في حاله مرضيه فقط؟ لا، كلنا طبعا لازم افراز الصفره، ده جزء طبيعي من وظائف الكبد، لكن الغير طبيعي انها تبقى عاليه في الدم، انها تظهر على جسمنا او تبقى عاليه في الدم. ده ممكن يؤدي الى خسران الكبد او تليف الكبد؟ ده جزء ممكن تبقى سبب وممكن تبقى نتيجه. بصراحتك المعودة، الطب الآن وحضرتك من أساتذة المناظير، هل ممكن علاج الصفرة بمثل هذه التقنية الطبية التي وصل إليها الطب الآن؟ الصفراء الانسدادية بدأنا نعمل حاجات كتير جدا، المناظير جزء كبير، الأشعة التداخلية والجراحة في الآخر. معهد الكبد في جامعة المنوفية يمكن من أكبر المعاهد في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، أكيد بيستقبل حالات كتير، هل في حالات توفيت بسبب الصفرة؟ الصفراء اللي ناتجة عن تلف وظيفة الكبد، لو ما عملناش زراعة كبد للشخص ده، بدلنا الكبد التالف بكبد سليم، هيتوفى الشخص ده. نعم أم لا، إذا ظهرت الصفرة على شخص على وجهه أو في عيونه أو في الجلد، معناها يؤدي إلى الوفاة حتما أم في فرصة بإذن الله تعالى للعلاج والتعافي؟ لا أبدا، معظم الوقت بتبقى نتيجة انسداد وده له حلول كتير. الأستاذ الدكتور أحمد كمال، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، حلقة جديدة في برنامج رأيت الله، أهلا بكم. السلام عليكم دكتور أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. الابتسامة الجميلة دي يا دكتور سرها إيه حضرتك؟ ما شاء الله. نعمة من الله. ورثة؟ دي ملهاش سبب. ورثة؟ يمكن. أنا أشبه والدي وهو كان دايما مبتسم. البركة الجميلة دي يا دكتور، صح؟ الله يرحمه. بس من خلالك يعني حضرتك يعني كأستاذ للجهاز الهضمي والكبد والمناظير، كترت كتير أمراض الكبد يا دكتور، صح؟ هي الحقيقة احنا في الفترة اللي احنا موجودين فيها تحسن الأمر كتير، يعني تحسن؟ طبعا. كان في فترة اللي موجود فيها انتشار فيروس سي بشكل كبير، وعدم وجود علاج فعال بنسبة كبيرة، وصعوبة العلاج. يعني في فترة من الفترات كان موجود الانترفيرون، بس الانترفيرون ده كان دواء صعب، يعني الناس بتاخده بتتعب جدا، في ناس ما بتقدرش تتحمله، كان له معطيات في التحاليل والأشعة أن أنا أقدر أديه، في ناس ما كنتش أقدر أديلهم ده. لكن بعد ما ظهور الدواء اللي هو الحبوب اللي مشهور باسم السوفالدي، يعني كان غالي جدا، يعني ما هو برضو دي من الحاجات اللي تتحسب للناس اللي كانوا ماسكين لجنة علاج الفيروسات في مصر، بذلوا مجهود خارق، وكان بيجي لنا مصر بسعر غير السعر العالمي خالص. يعني ده دواء فعال جدا بنسبه تكاد تصل لل 100%. ايه هو الكبد؟ الكبد ممكن نوصفه على انه اكبر عضو موجود في الجسم وزنا، بيبقى عباره عن جزء كبير منه خلايا بيدخلها كميه كبيره من الدم في الجسم، بيوصلوا الدم اللي وصل من الجهاز الهضمي كله، كل الدم اللي بيطلع من الجهاز الهضمي بيوصل للكبد علشان ينقيه من كل الشوائب والمواد الضارة، ويحول المواد الضارة لمواد إخراجها سهل في الدم والكلى. يعني زي فلاتر، فلتر للجسم، تنقية. هو أكبر فلتر، هو والكلى هم أكبر فلتر في الجسم. ده فصوص ولا كتلة على بعضها كده؟ هو بنقسمه تشريحيا لكذا فص، يمكن الفص الايمن والفص الايسر ده اللي الناس بتسمعه، وفي تشريحيا في تقسيمات اكبر من كده، بس يعني تقسيمات طبيه، ما يعني مش للعوام، مش هيستفيد الشخص العام من معرفته. صعبه شويه. مكانه فين في جسم الانسان الكلام؟ في الجانب الايمن اسفل القفص الصدري، جزء يعني كده هنا مثلا، هنا
كده هنا جزء جزء الاكبر منه تحت القفص يعني الصدري. هو عامل كده ولا واقف ولا لا؟ هو ماشي من ال من ال من الجنب من الجنب الفص من اليمين وجاي لحد المعده. ولانه عضو يمكن كلنا بنشوفه الكبده اللي احنا بناكلها دي ده في سموم بقى يا دكتور؟ ده مجمع السموم ده يعني. هو بيخرج السموم بس بيحتفظ بيها ولا لا ما بيحتفظش بيها؟ لا يحتفظ بيها، مفيش مكان بيحتفظ بالسموم. الدم في الجهاز الهضمي اللي خارج يخش الكبد يروح فين بقى؟ يطلع من الكبد ياخد دورة بتاعته على القلب ولا يروح فين؟ صح. الدم بيتجمع كله من الجهاز الهضمي للكبد وبعدين يطلع على الوريد الأجوف السفلي اللي بيروح للقلب ويتم ضخه تاني مرة تانية للجسم. مش الكلى هي برضو مرشحات للدم يا دكتور؟ صح، بس في مواد بتخرج من الكلى وفي مواد بتخرج من الكبد. الكبد بيعمل وظيفة أكبر. كبد الكلى بترشح المواد اللي موجودة، إنما الكبد بيقوم بوظيفة إن هو ياخد المواد دي ويعمل لها إعادة تدوير. سبحان الله جدا. سبحان الله، عضو قوي جدا يعني، مصنع مهم يعني، اقوى مصنع في الجسم. ممكن انسان نشيله الكبد، او وظيفه الكبد دي باختصار في نقاط كده، وظيفه الكبد ما هي؟ وظيفه الكبد نقدر نقسمها لوظيفه تصنيعيه ووظيفه اخراجيه. ببساطه الوظيفه التصنيعيه بيصنع مواد مهمه في جسمنا زي الزلال الالبيومي، بيصنع مواد التجلط. معظم مواد التجلط بتتصنع في الكبد. صح تمام. ده حاجة أخطر شيء ده طبعا، وبالتالي مريض الكبد بيبقى عنده مشاكل مشاكل للسيولة، ما عندوش عوامل تجلط فبينزف طبعا. نهار ابيض. فده سبب من ال يعني اللي مريض الكبد عنده مشكلة في تجلط الدم فيؤدي لسيولة زيادة فينزف، ما عندوش المواد اللي بتعمل التجلط. الله اكبر. في انا بحسب العكس، ممكن يعمل له تجلط دم. لا لا، ما بيفرزش مواد تجلط. ما بيفرزش مواد التجلط بشكل يعني كافي. لو انجرح مريض الكبد، لو انجرح في خطوره عليه في بعض الاوقات. طبعا لما يكون تليف متقدم، لما يكون في تليف متقدم وفقدان للوظيفه. صح. ده بيحصل. تمام. وممكن مش ما بيفرزش مواد تجلط، يفرز الماده الصفراء بتحافظ على الغذاء. الوظيفه الاخراجيه الوظيفه الاخراجيه بيخلصنا من فضلات كتير وبيخرج بعض المواد من الجسم. يعني مثلا حضرتك ببساطة، كل شخص مننا كرات الدم الحمراء ليها عمر تقريبا 120 يوم. لما بتتكسر المواد الحديد والبروتين اللي طالع منها بيروح فين؟ بيروح للكبد، والكبد بيتخلص منه. جزء منه اللي بيطلع عن طريق الصفرا. علشان كده الناس اللي عندها أمراض دم وبيحصل فيها تكسر، يعني بتتكسر كرات الدم الحمراء بكمية كبيرة، بترتفع عندهم الصفرة. ده جزء. والكبد سليم. الله أكبر. إيه هي الصفرة بقى؟ دي عصارة ولا الصفرة إيه؟ دي عصارة بيطلعها الكبد. فايدتها إنها بتعمل هضم للدهون في الأكل. الأكل اللي إحنا بناكله فيه دهون، هي العصاره الصفراء اللي بتؤدي بتقوم بوظيفه انها تؤدي هضم الدهون تحديدا، هضم الدهون وامتصاص بعض العوامل زي الفيتامينات اللي هي لا تمتص الا في وسط دهن. يعني الصفرة مهمه لامتصاص، وبالتالي بعض الفيتامينات. يعني عموما مريض الصفرة ما ياكلش دهون مبدئيا، يعني تبعدوه عن الدهون. برضو دي حاجه على حسب هي الصفرة دي ايه سببها. تمام. يعني في مريض مثلا اللي عنده ارتفاع للصفرة ناتج عن انه الكبد هنا ضعيف، ففي جزء بيخرج من الكبد للقنوات المرارية، ما فيهاش انسداد، بيوصل للأمعاء، بس في جزء تاني لان كميتها كبيرة الجسم مش قادر يتخلص منها بيظهر في الدم، وبالتالي طيب يظهر على جسمنا. خلينا نسأل مركز او في نقاط، وظيفة الصفرة هضم المواد الدهنيه وبعض الفيتامينز الموجوده في الجسم، بس كده. ما الاسباب التي تؤدي الى زياده الصفره في الدم؟ الاسباب دي قد تكون بسبب الكبد نفسه، ضعف في خلايا الكبد، يعني الكبد مش قادر يفرز الصفره ويخرجها للقنوات المراريه.
فبالتالي نسبتها تعلى جدا في الكبد، وبالتالي ترتفع في الدم، لانه الكبد بياخد نسبه كبيره من الدم وبيوصله نسبه كبيره من الدم المفروض انه ينقيه من كل المواد. ف بس على رسلك معذره، الكبد يفرز صفره وما يقدرش يخرجها، فتتحوش في الكبد والدم بيخش كده كده الكبد، صح. الدم الكبد ينقيه، تختلط الصفره بالدم في الكبد تطلع مع الدم في جسم نتيجه ان كميتها كبيره. يعني كميه كبيره، الكميه دي طبيا معروفه يعني كم يبقى كميه طبيعيه، زياده يبقى كم؟ الكميه اللي بتخرج من الصفره في اليوم تقريبا حوالي اللتر الطبيعي تقريبا، يزيد شويه يقل شويه. الانسان اللي عنده صفره بقى تبقى كام بقى القياسات؟ امتى تخاف يعني طبيا يعني ان الصفره زياده؟ لا، كل صفره لازم اخاف يعني. كل شخص بيجي له اصفرار في العين او الجسم، ايوه، لازم اخاف ولازم يروح للدكتور. لازم طبعا، مليون في الميه. مفيش حاجه اسمها انا لا لون العين اصفر شويه فده يمكن شويه برد، لا مفيش الكلام، مفيش. بقى الاسباب الصفره انه الدم يفرز صفره بس ما يخرجهاش، الكبد يفرز الصفره، الكبد تطلع بكميه كبيره، تمام، مع الدم، فتطلع بكميه كبيره فتبقى اكتر من طاقه اللي يخرج من الكبد، تمام. او ان احنا يحصل خرج الصفره بكميه طبيعيه بس المجرى اللي هي بتخرج فيه اللي اسمه القنوات المراريه يبقى فيه انسداد لاسباب متعدده. القنوات المراريه مش دي في المراره؟ المراره دي جزء، هو موجود فعلا في سطح الكبد السفلي، ده زي كيس كده بيجمع العصارة الصفراء دي ويخرجها للأمعاء وقت الأكل. يعني لما أكل أكلة تقيلة فيها دهون تنقبض المرارة وتنزل الصفرة علشان نهضم. سبحان رأيت الله، مين اللي بيقول لها أن اللسان كل دهون؟ مين اللي بيعرف الجسم الانسان كل دهون فيطلع صفرة؟ ده بديع خلق الله. كل حاجه في جسمنا بتمشي بنظام بديع، ممكن لو قعدنا نتفكر فيه هي نرى الله كما تقول حضرتك. الناس زادوا ايمانا وانا زادوا ايمانا. يا كده الكبد يطلع الصفر، العصاره الصفراويه تروح المراره، المراره تحتفظ بيها، المراره تخزنها لما الانسان ياكل دهون او بحاجات تفرزها، تنقبض وتفرزها، وهي بقى طالعه من الكبد راح المراره بتعدي في القنوات المراريه، تمام. دي ممكن يكون فيها انسداد، ايه اللي يحصل بقى؟ هي مجرى زي بدايه معذره، الانسداد في القنوات المراريه سببه ايه؟ اسباب متعدده، اغلب الاسباب يعني. واشهرها وجود حصوات في القناه المراريه، تمام. الحصوات دي بتتكون فين؟ لسه انا مندهش لانه حصوا في القناه المراريه ازاي؟ الحصوه بتكفي في الكلى بس؟ الصفرة ده حقيقي بس دي ده مجرى وده مجرى، ده مجرى مختلف عن ده. الصفرة فيها كوليسترول، فبتتكون اغلب الظن بتتكون بعض الحصوات من الكوليسترول. ليه بتتكون؟ بعض الاوقات نقول انه في زي شوائب بسيطه ممكن تتكون حواليها الحصوه وتتكون في سنين، تقعد تكبر حوالين الجزء بتاع الشائبه البسيطه اللي موجوده دي، اللي بيقولوا عليها مثلا ايه ده رمل في القناه المراريه او رمل في المراره، حبيبات بسيطه يعني، حبيبات بسيطه من تجمع الكوليسترول في اغلب الظن. تاخد وقت قد ايه لما تتكون الحصوه دي؟ تتكون في اوقات طويلة أكيد، ما نعرفش هي بتتكون في وقت قد إيه. طب ما فيش أعراض بالمرة؟ أنا بسأل حضرتك عشان نستفيد مع المشاهدين يعني. فيش أعراض لا في البداية أعرف إنه في مشكلة في القناة المراريه؟ صحيح، المشكلة الأكبر بتبقى اللي موجود كتير عندنا اللي هي الحصوات اللي في المرارة. طب وإيه المشكلة بتاعتها اللي بتظهر على العيان؟ اللي بيظهر على العيان إنه لما آكل أكلة تقيلة شوية فيها دهون أو حاجة مقليات بالذات، اللي مقلية في زيت أو سمنة، يبدا يحس بوجع في جنبه اليمين ممكن يسمع في معدته، تمام. كده يبقى يتوجه للطبيب، يفكر لو تكرر الامر وكل ما ياكل اكله تقيله شويه يحصل التكرار للامر فلازم يتوجه للطبيب. الطبيب هيشوف انه المشكله دي، بيسمع من المريض كويس ويشوف انه المشكله دي هل هي مشكله من المعده ولا مشكله اقرب للمراره، ويبدا يعمل الفحوصات بتاعته
زي الأشعة الموجات الصوتية اللي بنقول عليها السونار، يعني الناس حافظها كلها السونار، بيبين الحصوات اللي في المرارة. دي من الأسباب اللي انسداد القارات المرئية ممكن يكون حصوة أو أو السبب الأشهر يعني، أو فيها ضيق مثلا، يبقى فيها ضيق مثلا، فيها ضيق في القناة المرارية. الضيق ده ممكن يبقى ضيق حميد بسبب التهابات، أو ممكن يبقى بسبب أورام مثلا لا قدر الله. الله أكبر. الأورام دي ممكن تبقى في القناة المرارية نفسها أو في البنكرياس، بيجي فيها أورام أيضا البنكرياس. قناة المرارية، القناة المرارية وقناة البنكرياس بيتحدوا مع بعض في نهايتهم ويفتحوا مع بعض في الأمعاء، علشان الصفرة بتنزل تهضم الدهون، وإنزيمات البنكرياس بتهضم معظم الأنسولين بقى والحاجات دي. الأنسولين بيطلع على الدم، على ما بينزلش المعدة. البنكرياس كغدة بيفرز حاجات في الدم مباشرة وحاجات تنزل الأمعاء. لا إله إلا الله، كل بديع خلق الله، سبحانه. هنا الصفرة لما تتجمع في القوات المرئية يبان على الإنسان بقى في عيونه، في شكله، في جلده، ولا ما يبانش في المرحلة؟ يبان طبعا، بس الصفرة الطبيعية مفروض إن احنا في الجسم لو قسناها تبقى مثلا أقل من واحد. لو بدأت تبقى أعلى من كده تظهر على العين لما تبقى مثلا تعدي ثلاثة. هنا لازم تدخل لكن جراحة. لكن الأطباء يقدروا يشوفوها قبل كده، يعني الخبرة الطويلة بتخلي الطبيب يقدر يشوفها. لو هي اتنين يقدر هو يلمحها، لو هو طبيب أو متخصص بيشوفها بدري عن العامة. بس احنا ما بيوصلناش الناس بدري قوي، بيجوا متأخرين إلا إذا كان عنده وجع، بس الألم هو اللي بيجيبه الألم. توجه إيه في النصيحة كده بين قوسين؟ يعني النصيحة العامة انه انا ما اهملش، لو في بدأ يظهر اعراض زي الصفرة لازم اتوجه للطبيب بشكل سريع علشان يشوف المشكلة فين ويقدر يساعدني. هل لو ظهرت صفرة على جسم انسان ممكن سهل العلاج منها علاج دوائي، ولا لازم تدخل جراحي مناظير وحاجات دي؟ الصفرة اسبابها كتير، لكن الصفرة الانسدادية لازم تدخل بالمناظير ولا جراحة عادية ولا هو احنا كان زمان ما فيش عندنا سكك غير ان انا ادخل اعمل جراحة، لكن دلوقتي بقى عندنا تدخلات المناظير وتدخلات الاشعة التداخلية، يعني عامل عن طريق الاشعة، وفي النهاية بنلجأ للجراحة لان المنطقة دي منطقة صعبة. الجراحة العادية او بالسيرجري يعني الجراحه، او لابروسكوب برغم المناظير، او لابروسكوب او جراحه بالمنظار. تمام. يعني شيل المراره دلوقتي. طب ما فيش تفتيت؟ سؤال بنساله كتير. انا هاجل شيل المراره، ما فيش تفتيت للحصوه مثلا اللي في القارات المرئيه بالجهاز تفتيت بيفتته الحصوات دلوقتي؟ داخلي مش خارجي، يعني الحصوات الكلى ممكن اوجه اشعه اللي هي الشوك ويف، يعني اشعه معينه بتتوجه على الحصوه من الخارج وتفتتها. ما بتعملوش ده في المراره؟ لا، لانه الحصوات بتاعه الكلى بنقول عليها راديو اوبيك، يعني بتبان على الاشعه من غير صبغه، يعني انا اقدر اشوفها متكونه من الكالسيوم، فالكالسيوم ده زي العظم. ايوه، فتبان على الاشعه. الحصوات بتاعه القناه المراريه او حصوات المراره بتتكون غالبا من الكوليسترول، فلا تظهر في الاشعه، فاضطر ان انا ادخل احقن صبغه علشان اشوفها كفيلنج ريفكت، كحته ما خدتش الصبغه دي. عشان كده بتعرفوها؟ يعني انا اعرفها على الاشعه لان انا حطيت صبغه فخدت كل القناه وفي جزء مش باين. تمام، فده هو ده يبقى الحصوه. فانا بشوفها لما ادخل جوه القناه المراريه واحقن الصبغه، فخلاص انا عملت الموضوع. طب ما انا اخرجها ليه؟ ليه افكر بعد كده ان انا احط جهاز تفتيت؟ لكن كده ممكن كده دخلت اصلا بقى في اجهزه. بس لازم تشيل المراره كلها ولا بتشيلوش المراره؟ بشيل بصراحه يعني. بنشيل المراره علشان كلها بيبقى فيها حصوات، فممكن بعد ما انا ازلت الحصوه من القناه المراريه تنزل واحده تانية تعمل نفس الشكل. تنزل منين؟ من المراره. المراره ده كيس متصل بالقناه المراريه، بتدقلج تتدحرج، معقول تنزل للقناة؟ فتضطر تشيل. انت بتشيل المرارة اجراء وقائي يعني اذا كان فيها حصوات؟ مش اجراء وقائي، يعني هو برضو سؤال دايما يسألنا المريض لما بيجيلي
بيجي لي في العياده ممكن يقول لي انا رحت يا دكتور عملت سونار بعمل لاي سبب تاني سونار فلقيت ان انا عندي حصوات في المرار، اخد ليها علاج ولا لا؟ فقولا واحدا مفيش علاج لحصوات المرار ولا اي علاج يفتتها. لا ليه بقى مفيش يا دكتور؟ العلاجات المتقدمه دي ما تفتتش. لازم الجراحه لازم تتشال المراره كامله بالحصوات اللي فيها. وبننصح الناس يعني دايما برضو اللي بيجي لي في العياده ويسالني، انا مش الجراح انا دكتور المناظير، فاقول له بالجراحه ولا بالمنظار؟ منظار جراحي. يعني المناظير اللي انا بستخدمها دي مناظير جهاز هضمي. تمام. مناظير الجهاز الهضمي دي بتخش من الفتحات الطبيعيه، ما بفتحش البطن خالص. بتخش طب من الفم مثلا؟ تخش من الفم للمعده للامعاء، او منظار القولون يدخل من فتحه الشرج. طب دخله ازاي للمريء؟ في منظار يدخله المريء بتعمل حاجه للمريء كده؟ اكيد. لو في فيديو في نشوف يبقى انا هوري حضرتك دلوقتي. تخش من الفم؟ بس انا هوري حضرتك دلوقتي المنظار بتاع القناه المراريه. دي فتحه القناه المراريه في الامعاء. الاله اللي انا مدخلها دي انا بدخل بيها، محتاج ان انا ادخل. شايف حضرتك الفتحه دي؟ انا محتاج ان انا ادخل منها. فببدا دي فتحه ايه في الفم؟ دي فتحه القناه المراريه اللي فتحه في كده داخل من الفم. يعني انا دخلت من الفم ووصلت عديت المعده ووصلت للامعاء الدقيقه. تمام. ايوه. حضرتك الحاجه الزرقاء دي صح؟ اللي على اليمين دي. اللي على اليمين ده الالات اللي انا داخل بيها. تمام. بحاول انشن على الفتحه. لا نشان ما شاء الله، نشان يا دكتور دخلت. هي حاجة مش سهلة طبعا، دي بتاخد وقت طويل علشان نتعلم. منظار القنوات المرارية من المناظير اللي بتحتاج مدة طويلة في التعلم وعدد حالات كبير، عشان كده مش ناس كتير بتقدر تتحمل انها تتعلمه. تمام. عايزة خبرة كبيرة برضو دكتور. يعني الخبرة قايمة، احنا دخلنا الالات جوه. انت دخلت جوه القناه المراريه؟ ودخلت سلك المرشد جوه. أيوة. القناه المراريه ده واير او سلك مرشد بدخله جوه القناه المراريه عشان ازحلق عليه الالات بتاعتي. تمام. دخولا وخروجا. ممتاز. انا في الوقت ده ببدا احقن صبغه جوه القناه المراريه. ايوه. وبعد كده يعني انا هسرع الفيديو شويه. انا مستمتع بالفيديو ده بصراحه. ما هو حضرتك لسه هتشوف فيه. هنستمتع اكتر. كده الصبغه زي ما حضرتك تفضلت عشان تظهر الحصوات اللي موجوده. مش كده؟ الصبغه فايدتها ايه يا دكتور وحضرتك بتسأل؟ زي ما قلت لحضرتك انا ما اقدرش اشوف الحصوه عشان ما بتتشافش في الاشعه. فانا بملى الجزء اللي حواليها علشان هي تطلع كفيلنج ديفكت او جزء ما خدش الصبغه. ما تلونش بالظبط. ببدا اقطع الفتحه دي يعني زي ما حضرتك شايف كده بالالات. طب ما انت كده فتحت الدنيا على بعضها. ده زي ماش ما هو في الاخر حضرتك هتعرف احنا ليه فتحناه. طيب كده لحد دلوقتي حضرتك داخل من الفم، ما فيش جراحات، ما فيش نزيف، ما فيش حاجه، امان. يعني الدنيا كويسه. طبعا احنا معرضين، بما اني بقطع الـ 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 الجزء اللي انا القاطع اللي انا بقطع بيه ده زي المشرط. فبيفتح الفتحة دي، ممكن ينزل دم وأنا بعمل القطع اللي أنا بعمله ده، ممكن، بس طبعا بنقدر نتعامل معاه. طب جميل الحمد لله. يعني هتلاقي حضرتك دلوقتي الفتح بنوسعها. الفتحة دي صغيرة يا دكتورة؟ فتحة صغيرة جدا. ما هي دي الصعوبة، دي اللي بينزل منها الصفرة دي اللي بينزل منها الصفر واللي الحصوات مفروض نعديها. وسعت طبعا. والحصوات ما بتعديش من الفتحه دي، بتتحشر جوه. في حصوات يعني بتعدي لو حصوه حجمها صغير بتعدي. وفي حصوات لا ما بتعديش. عشان كده بتتسد. بتسموها انسداد مراري. انسداد مراري يعني حصوات داخل القنوات. هي كم قناه من القنوات المراريه؟ هي قناه مراريه، القناه المراريه الخارجيه والقنوات المراريه الداخليه. الداخليه دي زي شبكه، هي احنا بنشبهها بالشجره، الجذع بتاع الشجرة. الجذع ده بيوصل لفتحة الفتحة الأخيرة اللي هي دي اللي بتفتح في الأمعاء. تمام. والجزء اللي زي فروع الشجرة ده اللي موجود جوه الكبد، اللي بيجيب من كل نقطة في الكبد بيجيب. الله. دي القنوات المرارية بقى. دي القنوات المرارية الداخلية، دول أعدادهم لا يحصى. وبيتجمعوا
في قناه، في قناه مراريه، القناه اليمين والقناه الشمال الرئيسيين، جزء خارجه من الفص الايسر للكبد والفص الايمن للكبد، ويتجمعوا يعملوا القناه المراريه الخارجيه اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي، اللي هي تصب بقى في الامعاء. في الامعاء مش في المعده، تصب العصاره في الامعاء. دي في الاثنى عشر تحديدا. تمام. يعني الاثنى عشر دي انا بسرع الفيديو شويه. كده انا خرجت الاله اللي انا كنت بشتغل بيها وسايب السلك المرشد جوه، بدخل باله تانية. تمام. علشان البالونه، البالونه دي علشان انفخها جوه واشد اقدر اخرج الحصى. الله، تنفخ بالونه توسع القناه شويه وتطلع الحصى تبقى فيها، علشان اطلعها. وبعد تشيل البالونه ولا بتسيبها بعد كده؟ بخرجها وبخرج كل الالات. ما انا ما ينفعش اسيب حاجه جوه الجسم. ما بتنسوش حاجه ولا محتاج؟ بس الاطباء بيسيبوا فوطه، بيسيبوا جفت جوه. يعني برضو الموضوع ده مش زي ما الناس بتصوره. ما فيهاش خوف، في امان عالي يعني. طبعا. في امان، بس هي ما فيش برضو. حضرتك لازم الناس تبقى عندها معلوميه انه هي الحصوه هنا خارجه. هي فين بقى؟ أيوة. الصفره دي دي الصفر. طبعا. دي حصوه. حتى لونها اصفر على فكره. يعني احنا وقفنا اصفر كده فعلا. ما ده لون الدهون، ما هي مكونه من الكوليسترول، دي الحصوه. تمام. ده كبير عشان المنظار ده، مضخمها طبعا. هي حجم، ودي البالونه هي وهي خارجه. انا خرجت بيها وهي منفوخه، وبخرج بعد كده الالات بتاعتي. تشيل البالونه وتشيل الواير المرشد وترجع كله تاني. كله. طب والجرح اللي حضرتك فتحته ده ما بيتخيطش تاني ولا؟ لا هو بيحمل لوحده. طيب، ولا خلاص على كده؟ احنا هنا بنفضل ان احنا نسيبه فعلا واسع، علشان لو في حاجه تانية صغيره تخرج. يعني كأنها عمليه توسيع بالمره، مع طبعا ولا لازم نعمل التوسيع. هوري حضرتك فيديو اخر. يا ريت. ده فيه توسيع للقناه المراريه. بتوسعوها بايه بقى وانت بتجيب الفيديو ندردش كده؟ بتوسعها توسع وبترجع تجيء تاني ولا تحط لها دعامه ولا ايه؟ انا بوسعها، بحاول اوسعها علشان اعمل حاجه. هو دايما خلينا نفكر. طب اشرح لنا ايه بقى اللي على الشاشه؟ انا لسه هشوف هو الفيديو ده ولا لا. خلينا نفكر انه اي حاجة انا بعملها لا غالبا لا اي حاجة انا بعملها علشان استفيد. يعني فكرة ان انا بعمل ليه التوسيع ده. في بالونه اهو، ازاله بالون ده حاجه تانية خالص. انا لسه هنشوفها حضرتك. دي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نوريها لكم. ايه الخضره دي بقى؟ الخضره دي دعامه بلاستيكيه. دي دعامه بلاستيكيه. دي الحاله دي كانت مركبه. هو ايه الصوره عذرا الاول؟ ايه اللقطه اللي احنا شايفينها؟ اللي احنا شايفينه ده الاثنى عشر. دي الامعاء الدقيقه الاثنى عشر. كده دخل بالمنظار برضو من الفم. تمام. المريء للمريء للمعده للاثنى عشر. تمام. لما نيجي نشوف منظار المعده هوري حضرتك الطريق ده. يا ريت. بمنظار القنوات المراريه المناظير مختلفه. منظار القنوات المراريه سايد فيو، بيبص من الجنب. فمش هتقدر تشوف الحاجات دي. بمنظار المعده بيبص من قدام، فهتقدر تشوف الحاجات دي بسهوله. تمام. ايه بقى الاخضر ده؟ الاخضر دي الحاله دي كانت حاله جايه لي عامله منظار قنوات مراريه قبل كده، وفيها حصوات حجمها كبير، الحصوه معديه ل 2 سم. فالحصوه المعديه 2 سم مش هنقدر نخرجها من الفتحه دي. فالدكتور اللي عمل المنظار في المره الاولانيه ركب الدعامه اللي موجوده في القناه المراريه دي. دي دعامه بلاستيكيه موجوده في القناه المراريه. انا هنا بشيلها. بدخل بآله من الآلات، طبعا الآلات هنا متعدده. بدخل بآله من الآلات وامسكها وابدا اخرجها واخرج بالمنظار كله. طب هو ليه الدكتور اللي عمل المنظار الاولاني ليه ما حاولش يعمل اللي انا هعمله دلوقتي؟ لانه ساعات لما بشوف العيان في اول مره بيبقى العيان عنده، بيبقى العيان فيه التهابات جامده نتيجه نزول الحصوه، انها بتعمل احتكاكات في المنطقه اللي في نهايه القناه المراريه.
تعمل التهاب، فالدكتور ما يقدرش يعمل التوسيع او يعمل القطع اللي احنا بنقول عليه ده، لانه بيبقى خطر، ممكن لو عملته في الوقت ده يحصل ثقب في الامعاء او في الاثنى عشر. الله اكبر. المريض هنا ساعات حتى يسالني يا دكتور بعد ما خلصت انت ليه ما خرجتش الحصوه، ليه ما فتتهاش، ليه ما خرجتهاش. فببدا اشرح له هنا انا عملت حاجه، ان انا دخلت دي، حضرتك بتقول لي ان اعمل توسيع. اللي انا دخلتها دي بالون توسيع، ببدا انفخها، جزء بيبقى في الفتحه دي علشان يوسع الفتحه دي. شفت حضرتك الفتحه كانت صغيره قد ايه؟ جدا. بتوسع. الله الله، ده بس كبرت خالص. تمام. كده لو في حصوات بقى تنزل وتبقى الدنيا دي، لو حصوه كبيره يعني. الحصوه هنا كان حجمها 2 سم، هتشوفها حضرتك دلوقتي الحصوه اللي هتخرج هنا غير الحصوه اللي شفتها في الحاله اللي فاتت. الحاله اللي فاتت كانت الحصوه حجمها صغير، حوالي نص سم مثلا. هنا لا، الحصوه اللي موجوده جوه 2 سم. فانا عملت التوسيع ده بعد المده اللي هي حوالي 3 شهور بعد ما بنركب الدعامه البلاستيكيه، ما بين 3 و6 شهور تكون الالتهابات اللي موجوده بدات تخف. لو انا عملت التوسيع اللي انا بعمله هنا دلوقتي، ما اعملش جرح او ما اقطعش الفتحه بتاع القناه المراريه، او ما اجرحش الامعاء والقناه المراريه. تمام. العيان ساعات بيلومني يقول لي يا دكتور كنت خلصتني بالمره من الحاجات. وجع ساعه ولا كل ساعه بقى. بس ده ما نقدرش نعمله لمصلحه المريض. المريض ساعات ما بيبقاش ايه المغبه اللي متخوف منها حضرتك طبيا يعني؟ لو حصل ممكن نزيف مثلا، ولا النزيف ده جزء من المضاعفات ممكن يحصل. بس النزيف ساعات انا بقدر اسيطر عليه جوه المنظار بالمنظار بتاعي انا بسهوله، لكن لا قدر الله لو حصل قطع في القناه المراريه او في الامعاء هنضطر ندخل جراحه، والجراحه ممكن تبقى جراحه كبيره. الله اكبر. استئصال اجزاء واعاده توصيل والكلام. فدايما هنا الايه انا كده بتدي قرار ارجاء شويه علشان دخلته. كده بدات اهوي البالونه اللي كانت موجوده دي، وهخرج بالبالونه دي. وهنا لحسن الحظ لانه الفتحه بقت كبيره، هنلاقي شوف حضرتك دلوقتي الفتحه بقت قد ايه، ده السلك المرشد. كبيره. شوف جدا. حضرتك الفتحه بقت قد ايه. ما شاء الله. حته واسعه خالص. انا عملت ساكشن هنا في الحاله دي، يعني بمجرد ان انا بعمل شفط بدات الحصوه هنلاقيها بتخرج لوحدها. دي حاجه طبعا ايه، من غير ما تمسكها بحاجة ولا ماسك ولا بتاع، لسه ولا ما دخلتش. أنا كنت عادة بندخل بالبالون، لكن هنا لأنه الفتحة بقت كبيرة وأنا عملت ساكشن كان حظنا كويس. يعني إيه ساكشن؟ يعني شفط. شايف حضرتك إيه ده الحصوة. كل دي حصوة؟ شوف حضرتك حجمها قد إيه؟ يا الله أكبر، دي حجمها كبير جدا. كان متحملها إزاي دي يا دكتور دي؟ يا الله، دي يا من الله. الحاجات. شوف حضرتك هنا بقى ده الحجم الحصوه دي، بس شوف حضرتك دي بقى القناه المراريه واضحه اهي، دي القناه المراريه جوه. علشان كده الاجراء اللي انا عملته ده اجراء صعب جدا، الناس بتتخوف منه او الاطباء بيتخوفوا منه. انا دخلت تاني بالونه الاستخراج لانه منه مخاطر. بس تجريء قوي يا دكتور احمد انك تاخد قرار. ما هو البدائل انه الجراحه، خليني اقول لحضرتك ان احنا هنا مش بنعمل حاجه بجرأه وعدم جرأه، احنا هنا بنتبع قوانين طبيه. ده بروتوكول طبي. بس الدكتور قبلك ما عملهاش، ما خاف يعملها يعني، تخوف يعملها يعني، ولا مش حرفي قوي. خلينا نقول انه انا شخصيا نفس الحالة دي لو شفتها في المرة الأولانية ممكن ما أعملش اللي أنا عملته ده، لأنه كان فيه التهابات. لكن أنا شفتها بعد ما الالتهابات دي تحسنت، أو أنا ما بعملش الإجراء ده. يعني الدكتور الشاطر اللي يقف مش اللي يشتغل. يعني إمتى أقول أنا صح. أعرف أنه لا، الحاجة دي أنا هحولها للجراح، لأن أنا كده لو تماديت في اللي أنا بعمله هضر العيان. فلازم اللي يعمل الإجراء يكون بيعرف يعمله كويس، ويكون عارف المضاعفات لما تحصل انا هتعامل معاها ازاي. ده اسمه البروتوكول الطبي. البروتوكول الطبي ان انا اكون بعرف اعمل الاجراء كويس، وفي نفس الوقت ابقى عارف المضاعفات بتعامل معاها ازاي. والحاجه الاكبر من كده ان انا وانا شغال الحالات دي بيبقى الباك اب بتاعي او الدكتور الجراحه موجود حواليا، وعارف ان انا موجود يعني موجود حواليا، ممكن تلجأ له يعني.
او ممكن ان انا اعمل الجراحه، يعني غالبا بنعمل المنظار القنوات المراريه، وفي بعض الاحوال نعمل جراحه تشيل المراره بعدها بشكل مباشر في نفس بنفس البنج بنفس التخدير بنفس الحاجه العيانين بيسالونا عن دي وساعات نعملها. نعم، للحديث بقية بإذن الله تعالى دكتور مع التقنية الجميلة دي واستخراج حصوة ضخمة يعني. لا تسلم الأيادي يا دكتور. ربنا يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك. شكرا لسعادتك معنا دكتور. الله يبارك في حضرتك. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد كمال، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية. شكرا لحضرتك دكتور أحمد، وحتى الضمان لقاء جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء. حي يخرج عنده من مي